الحنين. برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج الحنين اللي كنا نشطوه عادة على إذاعة وطني منذ سنوات. للأسف شديد نظرا لكثرة الانشغالات هو أنه توقف هذا البرنامج. نستأنف هذا البرنامج اليوم مع الإعلامي حسن زيتوني اللي نرحب به ونتمنى إن شاء الله هو أنه نقضي معا إن شاء الله أوقات بحيث أنه نستعيد من خلال هذا البرنامج بعض الذكريات. أخي حسن مرحبا بك. مساء الخير، أهلا بك أخي حسن. رايحين أولا نذكرك ببعض الأشياء ورايحين نحيوها من خلالك، بعض الأشياء اللي ربما عشتها في الصغر من خلال المسيرة نتاعك الدراسية والإعلامية. بداية أخي حسن، هل ترى هو أنك أنت درست في الجامعة؟ درست في الجامعة شوية. أخذت الفلقة ولا ما أخذتش؟ خذيت فلقة، وأول مرة دخلت للجامعة ما زدت رجعت. والشرشم، الشرشم تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ بياسير نعرف الشرشم، هو لما يكون الأولاد رايحين ينبتوا السنين احنا نديروا لهم الشرشم. الشرشم هو القمح الغالي اللي يغليوه في الماء السخون. هذا هو الشرشم. تتذكر اليوم اللي دخلت فيه المدرسة؟ نتذكر مدرسة بن يحيى، الشهيد بن يحيى، نعم، في سطيف. ممكن هو أنه توصفنا النهار هذاك؟ نرجع ذكريات ماضية. رايحين نغوصوا احنا الآن، رايحين نجبدوا واحد الأشياء اللي راهم موجودين في الذاكرة نعود نحييهم. نعم أتذكر ذلك اليوم، أتذكر الأشياء التي اشتراها الوالد رحمه الله، كان هو اللي رافقني في أول يوم للمدرسة. وانت عارف كنا في ذلك الوقت ما زال بعض الأساتذة الذين كانوا يشرفون على المدارس الجزائرية حتى بعد الاستقلال كانوا فرنسيين. فأتذكر أستاذ تراني وأستاذ تورون، فكانوا فرنسيين هم اللي كانوا يشرفوا على المدارس في تلك المرحلة، ولكن بدأنا مع أساتذة جزائريين. وأتذكر أستاذي، أعتقد أنه ما زال قيد الحياة، أستاذ محمد في سطيف، وهو أول من درسنا في السنة الأولى ابتدائي. فإحنا أعتقد أننا كنا الدفعة الأولى التي بدأت تدرس العربية في السنة الأولى ابتدائي، لأنه في السابق كانت السنة الثالثة حتى يبدأ الطالب التلميذ الجزائري يدرس اللغة العربية، لكن إحنا كنا أول دفعة بدأت تدرس اللغة العربية من الوهلة الأولى من أول سنة ابتدائي. نعم أخي حسن، فيما يتعلق بالدراسة نتاعك، هل ترى تتذكر اليوم اللي نجحت فيه سيزيام؟ نعم أتذكر جيدا، بعثتني الوالدة قالت لي روح شري لي السيارة، تعرف السيارة؟ ايه. رحت نشري لها السيارة، كانت تفتل، كانوا مش غير يفتلوا، كانوا يعني تعرف كي دقيق قبل ما يفتلوه لازم يفرزوا الصافي مع التشيشة، والتشيشة ما تكونش كي مع الصافي وانت عارف. فهذا السيار كانوا عدة أشياء من هذه الأنواع، كل واحد يعمل حاجة، واحد يخرج الصافي، واحد يخرج الدقيق، واحد يخرج الشيشة. فرحت شريت لها السيار، وفي طريقي أنا رايح نشري السيار نتذكر في سوق العاصر هذا في مدينة سطيف، فعقبت على المدرسة تاعي في بن يحيى، وثم لقيت القائمة معلقة، فكانت
المنظفة هناك سيدة محترمة جدا عجوز الله يرحمها ماتت، هي اللي قالت لي يا وليدي كربحت كربحت أو نزيتوا لي كربحت. فرحت شريت سيارة ورجعت ومشيت ونسيت مرة بعد ساعة ساعتين قلت لها الوالدة أنا اللي ربحت السيزيام. هي ما كانتش عارفة. نذكر اليوم هذاك كان رائع والله. وشكون هو الأستاذ اللي درسك في المرحلة نتاع الابتدائي بقى الاسم نتاعو يعني محفور في الذاكرة نتاعك؟ زوج، كان واحد أستاذ محمد وواحد اسمه بوزيدي. بوزيدي هذا ليش أتذكره، كان معلم جيد، لكنه احنا كما كانوا يسميهم الممرنين في ذاك الوقت، ما كانش يعني معلم بأتم معنى الكلمة، كانوا ممرنين. فكان عنده واحد طرف تاع تيو هكذا تاع الغاز، تتذكر تيو الغاز الأبيض هذاك؟ ها ها كان عنده واحد تيو هكذا، مال اللي ما يحفظش الآية تاع القرآن لازم يمر بالفلقة على رجليه. فهذا سي بوزيد كان يحرص جيدا على أن لازم نحفظ الآيات اللي يطلبهم منا نحفظهم، كنا نعمل التربية الدينية. فحصلت لي في والفجر وليالي عشي. فكنت دائما آخذ الفلقات من عنده، لكن الله يرحمه كان إنسان طيب ودائما يجيب الدراجة، يسكن بعيد ويجيب الدراجة الهوائية كما نقولوا احنا البسكلات، ويجي هو قصير القامة كذا، لكن ما شاء الله رجال راحوا يعني. نعم أخي حسن، لعبت كرة القدم ولا ما لعبتش؟ لعبت كرة القدم، كنت لعبت مع اليسماس، لعبت مع الصاص، أول فريق اللي لعبنا مع الصاص في يسمى في ستيف، ملعب ستيف. وش من مستوى في الجينيور ولا في مع السينيور؟ بديت في الكادي ومن بعد رحت جينيور. ونتذكر كان عندنا ترينر اسمه طريباش، شافني نلعب في الجينيور مرة عيط لي طلعني السينيور. كنا نعيط له بلي، كانوا يعيطوا له في ستيف بليرو، أنا عارف مازال حي، وإذا كان حي الله يذكره بالخير، وإذا كان مات الله يرحمه. فلعبت مع الصاص، وبعدين كان عندنا مدرب آخر اسمه بورحلة، ولعبنا يعني عدة، كانت مدينة ستيف فيها عدة فرق، يعني مش فقط وفاق ستيف أو اتحاد ستيف، كانت عندنا فريق هذا ملعب ستيف اللي هي الصاص، كان عندنا ليرداكس، كان عندنا لاسيرونس، كانت عندنا لي بومبي، كانت عندنا كل تقريبا المؤسسات كانت عندها فرق وكانت تلعب كرة جيدة، ومعظم اللاعبين اللي التحقوا بوفاق ستيف واشتهروا لاحقا كانوا يلعبوا في الفرق الصغيرة هذه. أنا للأسف ما وصلتش لعب كرة القدم لأن الوالد كان يحرص على الدراسة، نعم فتركت الرياضة وانتقلت إلى الدراسة يعني. نعم أخي حسن، وشكون هو الفريق اللي تحفر في الذاكرة نتاعك؟ يعني شو هو التاريخ؟ اتحاد ستيف، أنا من أنصار اتحاد ستيف أولا، لأنه إحنا الوالد ربان على أنه اليوسف ماس هو الفريق الوطني، يعني الفريق اللي يمثل الجزائر. وفاق ستيف في أيام زمان، أيام فرنسا، كان يسمى لي طروازاس. هذا لي طروازاس كان فرنسي، كان فريق فرنسي. وبعدين كانوا لما يلعبوا كونتر اليوسماس ما يخليوش الجمهور الجزائري أو الصطايفي يدخل يناصر اتحاد ستيف، فكانوا على حساب الوالد يعني ما يحكينا، كانوا يناصروا الفريق بدون ما يشاهدوا المباراة من وراء الأسوار. فكل الجزائريين الصطايفية يجيوا ويبداوا اتحاد ستيف، يا اليوسماس اليوسماس اليوسماس، هما يلعبوا كونتر فريق اسمه لي طروازاس كان كله فرنسي. وكان حتى الآن للآن ما زال اتحاد ستيف ما انهزمش أمام وفاق ستيف، حتى بعد الاستقلال ولا فريق وفاق ستيف اللي هو فريق وطني وصطايفي وكذا وكذا، تنحات لي طروازاس ولات اونتونت سيتي لونتونت. فهذه هي اللي هذه القصه. الوطنيين يعني في ايام الاستعمار كانت لي سماس هي الفريق تاع، وتاسست في عام 1933، فهي تعد واحده من اعرق الفرق في الجزائر بعد مولودية الجزائر في اعتقادي، إذا كانت يعني إذا لم تخني الذاكرة. عام الفريق الأول كان مولودية الجزائر، وبعدها بسنوات كان اتحاد سطيف. نعم فريق عريق، ولكن للأسف الشديد ما اهتموش فيه. وأمنيتي لو كان عندي يعني الإمكانيات، والله صدقني أني أضع كل ما أملك لإعادة الاعتبار لهذا الفريق من جديد، لأنه فريق يستحق كل يعني دعم. الولات اللي جاوا على ما تعاقبوا على مدينة سطيف يعني للأسف ما اهتموش باتحاد سطيف، وبعض الرؤساء اللي يعني تعاقبوا على إدارة الفريق لم يكونوا في
يعني في مستوى رياضي، يعني لا ليست لديهم خلفية رياضية وتاريخية يعرفون قيمة هذا الفريق. فأحنا يعني للأسف الشديد قاعدين نضيع رصيدنا التاريخي في كثير من الأشياء في الجزائر، ومنها مثلا الفرق الجزائرية العريقة جدا. مثلا نسمع مثلا جالما، ترجي جالما، يعني الفريق ضايع، واحد من أجمل وأحسن الفرق الجزائرية. شبيبة تيارت كنا يعني كانوا فيها من أروع اللاعبين. فهذه الفرق الآن تقريبا اندثرت، يعني موجودة لكن هي يعني يعني كانت هي الأساس نتاع كرة القدم هي في الجزائر. الأساس، وكانت تخرج يعني كان الفريق الوطني بتاعنا الجزائري العناصر اللي يجيبها. مثلا كانوا عندنا اللي طروا بانيس في تيارت، كانوا عندنا اللي فرير سريدي في 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 جالما، كانوا عندنا يعني في سطيف لاعبين يعني ما شاء الله. فهذا للأسف الشديد يعني هذه الفرق في الفريق هذا اللي كنت انت تهواه وتحبه، وشكون هما اللاعبين يعني اللي جذبوا الانتباه نتاعك كذا وبقيت تحبهم ولا تأثرت بالمسار تاعهم هذا الرياضي؟ هو في سطيف دائما يعني عندنا احنا عائلات اللي تلعب الكرة مليح، يعني عندنا غرزولي، عندنا فلاحي، عندنا صالحي، هذه فرق، هذه عائلات مشهورة في مدينة سطيف. اللي ولكن يعني اللاعبين اللي أثروا فيه أنا مثلا في اتحاد سطيف الربيع قطاف، رقاد، يعني كانوا لاعبين كثير يعني هذو شوية قدامى. كان جيل جديد اللي يعني عشت معاهم أنا، كيما نكاع، كيما خلفة، كيما بولعينين، كيما عصيد، كيما يعني كثير 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 كثير. كاين علي قارو، كاين بوراس الله يرحمه مات، يعني كثير كثير من اللاعبين. الشاوش كان حارس المرمى من أحسن حراس المرمى في الجزائر. وفاق ستيف كذلك يعني كانت تتذكر صالح عبد الحميد وصالح العياشي، وتتذكر غرزولي، ونتذكر يعني بوروبا، كيرمالي، ماتام، كان يعني من المدربين اللي دائما يبقاوا ما يتنحوش من ذاكرة. مختار العريبي، عبد الحميد كيرمالي، يعني هذو ناس يبقاوا يعني سجلوا أسماواتهم. وهذو انت لما نتكلم على هذو هم يحملوا تاريخ، مثلا كرمالي والعريبي، هذو ناس اللي أسوا أول فريق جبهة التحرير الوطني. وانت عارف قصة الفريق بتاع جبهة التحرير الوطني كيف أنشئ. هذو اللاعبين كانوا في الجزائر يلعبوا، وقررت الثورة أنها تكون عندها فريق يمثلها على المسرح الدولي. نعم فكان لابد من إخراج هؤلاء اللاعبين من داخل، اللي كانوا في فرنسا ما كانش مشكل، لكن اللي كانوا في الداخل الوطن كان فيه مشكلة. فتصور أنهم لجأوا إلى إرسال أو الحصول على رسائل تهديدية مفبركة، وأظهروها للاستعمار وقالوا نحن مهددون الآن، وعلينا أن نغادر البلد لأننا أصبحنا مستهدفين من قبل الأفلان ومن الثورة وكذا، وعلينا أن نغادر وكذا. اضطروا انهم سمحت لهم فرنسا انهم يغادروا. لما غادروا فين التقوا؟ التقوا في روما. كان ذلك اول لقاء بين اول عناصر تاع الفريق الوطني، فريق جبهه التحرير الوطني اللي تاسس. واعتقد انه اول مباراه لما بعد اللقاء التاريخي في روما كانت مع المجر في بودابست، كانت تلك هي المقابله عام 1956 في اعتقادي اذا لم تخني الذاكره. لكن فيه يعني موجود كل هذه المعلومات، الناس يقدروا يطلعوا عليها. لكن هذو وطنيين، هذو ناس يعني ليسوا لاعبين يعني فقط. رشيد مخلوفي الله يذكره بالخير، كرمالي الله يرحمه، العريب مختار العريبي الله يرحمه، هذو ما كانوش فقط ميلاكسو في باتنا، يعني ما كانوش ناس عاديين. هذو ناس كانوا يمثلوا، كانوا رموز للنضال. النضال ليس فقط بالبندقية والسلاح، النضال ضد الاستعمار هو كان متعدد الجبهات، كله يناضل بحسب إمكانياته وقدراته، ولكن كلها تصب في مصلحة الثورة الجزائرية ومكافحة الاستعمار ومواجهة الاستعمار الفرنسي وتأكيد الشخصية والهوية الوطنية الجزائرية التي لخصها الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله في ثلاثة: اللغة العربية لغتي، والإسلام ديني، والجزائر وطني. نعم أخي حسن، فيما يتعلق دائما بكرة القدم، يا هل ترى هو أنك حضرت مثلا فوز نتاع الفريق مثلا وفاق سطيف ولا فريق نتاع الياسماس، يعني ممكن هو أنك توصف لنا هذاك الفرحة هذيك اللي عشتها؟
نتذكر جيدا لما فزنا بكأس السادسة في الجزائر، كأس الجزائر السادسة فاز فيها في وفاق سطيف في ملعب 5 جويلية في أمام اتحاد العاصمة. تعودنا في ذلك في تلك الفترة على أن اتحاد العاصمة يتأهل دائما إلى الدور النهائي لكن دائما ينهزم، فكنا يعني رايحين للمباراة ونحن شبه مطمئنين بأننا سنفوز بالمباراة. وتذكر جيدا كان الرئيس الشاذلي الله يرحمه هو اللي دخل الملعب، وكان فيه عدد كبير جدا، يعني أكثر من 5000 أو 6000 من شباب الخدمة الوطنية الجزائرية في ملعب 5 جويلية. فبدأوا أنصار اتحاد العاصمة يقولون جيش الشعب معاك يا اليسمى، وينوض الجيش كله اللي كان موجود، هما كانوا لابسين كلهم الزي العسكري بالاعلام تاع سوده بيضه وسوده كحله وبيضه، فكان الجيش كله مع وفاق سليم. وبالفعل يعني هزمنا اتحاد العاصمه. واتذكر جيدا الدور التاريخي اللي لعبه الحارس بوزيد شنيتي في ذلك اللقاء، يعني كان من احسن العناصر، يعني لولا ربي وشنيتي لانهزمنا في ذلك اللقاء. واتذكر يعني اتحاد العاصمه بوعيشاوي وسليماني وكد وجمال كد الله يرحمه، يعني كانوا فيها عناصر من اروع، ولكن كانوا يلعبوا الكره وما فيش الشتم وما فيش السب وما فيش الفوضى وما فيش، يعني كانت الجزائر تسير في طريق صحيح في كل على جميع المستويات، سواء اخذت الرياضه او السينما او يعني مدينه سطيف لوحدها مدينه صغيره في ذلك الوقت كان فيها 4 قاعات سينما. يعني كنا نتفرج كل انواع الافلام في اسبوعين ومفتوحه 3 مرات في اليوم، يعني يبدا بريمير ماتيني يعني الساعه 1، والدوزيام ماتيني الساعه 4، وسواري الساعه 9 ليلا. ونخلص احنا نروح لسواري 9 ليلا ونخلص على 11 تاع الليل، وننزل على جهه محطه القطار نشرب قهوه وناكل اشياء، ننتظر قطار ما يسمى ما كان يعرف بقطار اللي يروح من تونس حتى للمغرب. تصور كان هذا القطار يسير ليلا يمر على مدينه سطيف الساعه 12، يسميه ترانز افريكا او ترانز مغربا، وكان يمر ويروح حتى يوصل للحدود المغربيه ويوصل الى تونس، وكان يحمل المسافرين، وكنا احنا نروح نشاهد الافلام، افلام هنديه، افلام يعني عربيه، افلام انجليزيه. ممكن تستذكر فيلم من الافلام اللي شاهدته في الوقت هذاك؟ كان والدي يحب يديني دائما افلام الويسترن موفي اللي هما كيما نقولوا احنا فيلم كوبوي، فكان يعجبوه الافلام هذوك، لان والدي شغله كان هو احنا نسميه يعني بالعربيه سراج، ممكن بورلي، يعني كان يخدم الاشياء اللي تتعلق بالحصان، كل ما هو السرج والابريد والكفه وكل هذه خدمته الوالد الله يرحمه. فكان يحب كثير الخيول، وكان فلما يكون فيه فيلم وسترن كوبوي في السينما دائما ياخذني. نتذكر انا كنا نسكن في منطقه بعيده على الوسط المدينه في طنجه، انا هناك ولدت، فكان يحطني على اكتافه ويجيبني في السينما في الليل ونتفرج الفيلم. ما تنعسلوش؟ ما تنعسش هكذا ساعة ساعة؟ انا كنت عند السينما واسمه كانت علاقة بيني وبينه يعني جميلة جدا الله يرحمه. والافلام كانت يعني رائعة، ما يقطعوش الفيلم زي ما يعملوا الان، يعني للاسف انهيار كامل للاشياء اللي كل ما هو ثقافي في الجزائر. فاتذكر يعني افلام لو بون لابريتي لو تريون جو في جو تيري جو روفيان، يعني افلام بور كيلكو دولار دو بليس دولار تروي، يعني تاع كلينت ايستوود، هذه الافلام كانت مشهوره جدا. كنا كذلك نشوف افلام هنديه، تصور الافلام الهنديه كنا ندخل ليس من اجل الفيلم ولكن كنا ندخل من اجل الموسيقى والاغاني، فكل الناس يتسابقوا على اساس انهم ياخذوا الاماكن الاولى في حين انه من الافضل انك تكون جالس في الخلف لتشاهد الفيلم. كنت على ذكر الاغاني الاخ حسن، ممكن هو انه كش ما تتذكر هكذا، كون كش ما نجيب لك نغمه هكذا مثلا من الاغاني نتاع بكري القديمه، ممكن هو انه تعرفها تاع سطيف مثلا.
ايه تاع اغاني ستيف نعرفها، كن معظمها كن نعرفها. جيب كن جيب لك مثلا نغمة من نغمة سوع بكري. وش هي هذه؟ وش هو هذه العنوان كلها تاع طيور العلم؟ هي طيور العلم، هذه غنى اسمه سعدون ودحمان، هي طيور العلم سعدون ودحمان، كان الاخر بالطابله والاخر بالزرنه، ما عندهمش اوركسترا. وهذه هي الصفرا حبسي ما تضربيش، عندي راس خي وما ما تضنيش. هذه ايوه كانت على الشهيد أغنية، يعني تبكي كثير، يعني كانت نتذكر جدتي الله يرحمها لما تسمع الأغنية وأنا أكون أغني فيها وأنا صغير هكذاك، هي تقعد غير تبكي، لأنه يتذكروا أنت عارف، يقول لها اسي اسي يا أما وسي ما تبكيش، رايح وليدك طلع على الجبل وراح وما يوليش. طيارة الصفراء حبسي ما تضربيش، عندي راس خوي وما ما تضنيش، الجندي اللي جانا وطرحنا له الفراش، كي سمع بفرنسا القهوة ما شربهاش، الجندي شيخ اللي العيفة. كان في بر نبصوه هذاك شيخ العيفة وانا ما عرفته، يعني هذه تسمى تحكي تاريخ ثورة الجزائر والشهداء اللي راحوا يعني، ولكن للأسف الشديد احنا الآن ندنس هذا التاريخ وما نحترموش، ونعتقد انه فرنسا هي أمنا وهي كل شيء، يعني الناس للأسف الشديد مسؤولين، يعني وزراء ومش نعم، عارف هذه إن شاء الله دوك نجيو لها إن شاء الله، ربما فيما بعد، ولا ربما لازم نتفرج عليه يا أخي نديروا بجد. برنامج نتاع سياسة. احنا انا حبيت على جل باش نعيشوا هذا الجو هذا نتاع الحنين، من اجل ذكرت جدتي هذه، استذكار بعض الاشياء، وفي نفس الوقت من اجل كسر هذه الحواجز النفسية اللي موجودة. قلت لي قبيل الفلاحي، الاخ حسن فلاحي، شكون اللي تعرفه؟ سعيد ولا شكون؟ سعيد بزيطة كان فلاحي، كانوا كلهم اللي طروا فلاحي موجودين كلهم. نقدروا نتصلوا به؟ سعيد ها، نقدر نعيط له؟ عيط له ماذا فيه؟ اصبر تشوف، ترى بالك ننسيه وبالك لا عاد نحكموه. تعيط بالتليفون. شوفوا ترى بالك نحكموه. سعيد بالك نحكموه. يا الله السعيد يذكرني بعد، نتذكر كان فيه أجمع. نعم، إعادة المحاولة بعد حين. كان ما استنى تشوف، ترى نعيط له برقم واحد آخر. انت اللي كنت تلعب في الهارمونيكا كنت نلعبها كيما كنت صغير، بقات عندي هذيك لا هذا نتاع عبد الحميد. الله، شكون ها؟ صافي. الو، سلام السلام عليكم. عليكم. سلام استاذ عبد الحميد، انا مين؟ خوش واش راك؟ لاباس ولا؟ لاباس
معاك نور الدين خبابة من فرنسا. ألف سلامة سي نور الدين. واش راك لاباس؟ صافون والله الحمد لله. وانت واش راك؟ والله غير لاباس الحمد لله. على بال كانوا عندي زوج أرقام تاع هاتف وراني على المباشر مع أستاذ حسن زيتوني اللي صحفي اللي كان في الام بي سي. اي شفت عليها؟ اي ها ويسلم عليك. سال عليه بالخير يا عشق. الله يبارك فيك. واش راك يا عبد الحميد؟ هاو يسمع فيك. واش راكم لاباس؟ الحمد لله. واش راك سي صالحي؟ راك بخير؟ نعم راك بخير. الو وي الو راني نسمع فيك. مازال تريض ولا بركيت خلاص؟ راهو يسمع فيك. هاو يسمع فيك. راني نسمع انا وسعد يروح للسوق. سي عبد الحميد مازال تلعب البار ولا حبست؟ هاو راني على بالك جاي انا رني ديسكال على بالك لي كونسيكونس لارتروز ولا رني ديسكال تي خير الاخرى هذه عطاتني الحس راني في حلقه تعرف انطلع كما قال الاخر عدنا نمشيو بالدبوس. ربي يعطيك ربي يعطيك صحتك. يعني احنا بالنسبه لنا راك تسمى تبقى مدرسه على بالك دائما نفتخر بك ونتذكر يعني المقابلات اللي كنا نشوفو نجيو من الملعب قصاب ونشوفوك كيف تلعب مع اخوك العياشي ومع الجماعه تاع بكريل الله يذكرهم بالخير. وكنا قبل قليل نتكلم عن السعيد بزيطه فكان راح هو يتصل بالسعيد. والله من يسمع مليح ما نعرفوش. المهم ان شاء الله رانا نعاودو نتصلو بك يا شيخ. ها هي داكور الله فرصه اخرى ان شاء الله. الله يبارك فيك. سلمنا على الجماعه سموه يسال عليك بالخير. بارك الله فيك. ربي عليك. واسمو غلط في النيميرو زعما باش نعيط نتاع سعيد. سعيد معاه واحد القصره ولا سعيد اللي نتذكر كان فيه العرس تاع العياشي عياشي الصالحي وجا واسمو تعباتنا هذاك الزوار تعباتنا هذاك الساسيه نتاع شكون جا العرس والسعيد بدا يدير عليه يدير عليه لي بلاك يحكي اول مره راحوا الكاب طلعوا الناسيونال وراحوا يلعبوا في الساك جوي ودخلوا شافوا الكازون قال لك قال لنا السيسي راح يحوس كيما يقتال ما فات قال له كي شاف النوز قال شاف النوز صبت بزاف في الجزائر قال لنا شمر السروال تاعه وكذا وجا قاطع في خايبها قلته تاع مش عمره وش قال وثار لي السيسي بغى تهاوش هو وياه بصح كانت كلها لعب وضحك يعني باش نبين لك كيف كانت يعني هذاك في باتنا وهذاك في ستيف بصح كانت محبه وكانت اخوه يجي العرس ويحضر وكذا هذا واش اللي هنا حبينا نحيوه من خلال هذا البرنامج هذا نحاولوا نرجعوا لهذيك الاجواء. سعيد بزيطه يذكرني بزوج حوايج يعني كان فيه مباراه تاع كاس دور نصف نهائي مع مولوديه قسنطينه كان فيه واحد اللاعب قاموح كان عندهم قاموح وكروكرو وفندي قاموح تاع قسنطينه كان الماتش في الموك في الماتش في قصاب في سطيف والسعيد بزيطه في ذاك النهار يعني لعب حوايه يعني دار تاريخ ومن بعد تبليسه داروا له لبسوا له القشابيه وخرجوه حطوه على مشين وكذاك ويطلع هكذاك خارج من التيرا ومن بعد العريبي الله يرحمه ما لقاش الروبلاسون مش جاهز قال له عاود رجع السعيد عاود رجع الاشتدر الاشتكر راك مكسور عاود رجع تصور عاود رجع السعيد وتخلوا عاود الكاتريام بيت فكانوا بكري ثاني كان في واحد القصه تاع بسكره كانت عندهم واحد ليكيب كانوا يلعبوا بالو اصبر شوف شويه استاذ السلام عليكم. واش راك يا واش راك يا استاذ سعيد؟ واش راك نتوما لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. معاك نور الدين خبابه من فرنسا. ديال مول الحس ولا قوم باش ما تحمدي عاد راك في العرس. ربي ما اسمع راني على المباشر وراهو معايا حسن زيتوني. والله صح راهو معايا حسن زيتوني اللي كان في الام بي سي. هاو يسلم عليك. واش راك السعيد؟ هاو معاك واش راك السعيد؟ مس الخير. واش راكم نتوما لاباس؟ واش من عرس زواج ولا طهارة؟ والله لاباس نتوما بخير.
الحمد لله. واش من عرس راك؟ عرس زواج ولا طهارة؟ عرس تاع بنيت ومش بنيت. ايه ما شاء الله. كل الناس سيدي مبروك مبروك. بارك فيك خويا بارك فيك. ربي يحفظكم. قد ايه في عمره؟ في عمره كبيرة فرانكو في 34. ما شاء الله ما شاء الله. يلعب البالو كيف كل ما يلعبش كيفك؟ اه يلعب البالو كيف كل ما يلعبش كيف انت؟ في فرنسا ماشي قاعد تمام في فرنسا. ايه ما شاء الله ما شاء الله، ربي ان شاء الله يبارك فيه. ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يحفظهم ان شاء الله. ان شاء الله يحفظكم انتم ثاني. امين. المهم والله لاباس الحمد لله، تمنينا لو كان كنت شويه ماكش مشغول كذا، كي راك مشغول نخليوك ان شاء الله تريح. ان شاء الله انا نعاود نعيطكم ان شاء الله. ربي يبارك فيك، ربي يعيشك. مبروك عليك مبروك. صح بسلامة صح. صح. راهو مارس. سعيد سعيد يذكرنا بعد كان تحت لونطونت مع بسكرا. كانت 16 دي فينال وكان عندهم واحد الجوار بسكرا واسمه جوناس. كان عنده عين يشوف بها وعين ما يشوفش عمى. فالسعيد يقول للعياش يقول له اديه على دروات وما يشوفش العياش. وبصح خسرنا الماتش هذاك وهزوها لنا البساكريه هات الدقله هات واللي فات مات. احنا غلبناهم العام اللي فات وفي هذاك الماتش العام الثاني زدنا طحنا معاهم في السيزيام فينال وغلبوا لونطونت. كانت تسمى شغل حاجه تاريخيه بالنسبه لهم انهم بسكرا يفوزوا على وفاق ستيف يعني خاصه في الكاس لانه الكاس كان حرام انه لونطونت تخسر يعني. وخسرنا في عنابه صح نشبالها يعني. استاذ حسن فيما يتعلق برمضان يا هل ترى تتذكر بعض الاجواء نتاعو هكذا اجواء نتاع ليله العيد يا هل ترى كنت ممكن هو انه تتذكر بعض الاشياء هكذا كنت تشري القش الجديد نهار العيد ولا لا؟ لا هذيك احسن الايام هذيك نشري دائما نشري القش الجديد كان نروحوا ثم عند كراغير تحت زركاد نروحوا لتليفوني سوني يعني. معليش معليش مش مشكله تقدر نعطيك شنو دوك شويه هكذا لازم نروح بني راح يوصل. ممكن مش مشكله. المهم ان شاء الله نحاول هو انه نزيد نعاود نطرح لك بعض الاسئله هكذا كان بودي هو انه نتطرق لبعض الاشياء هكذا ممكن نزيد نعمل حلقه اخرى. معليش مش مشكله. اوكي نخليها انا ومن بعد نكملوا ان شاء الله. اوكي شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا. الحنين برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. One, two, three, viva la Zurich!